يا اهلا وسهلا مره تانية يا شباب. طبعا ما زلنا بنتعلم الحركات الغريبه بتاعتنا. ما علينا، هنتعلم بقى ان شاء الله كيف تنام تحت الماء. هناخد اكسجين، هننزل واحنا بننزل نفضي البابلز، يعني خرج الاكسجين بتدرج عشان تعرف تنزل اسفل الماء. استرخي، صفي ذهنك، افرد رجلك جامد وضمهم، تمام، وافرد جسمك واركض بسلام تحت الماء يا معلمي، ونام بقى. نام بقى، بص هتحس كده شعور ملوش حل. اوكي يا شباب، طبعا احساس جميل جدا، وشايفين هتلاحظوا ان انا بفضي اكسجين بالراحه خالص بتدرج واحده واحده، لكن من البدايه لما كنت فوق كنت انا ايه واخد اكسجين كويس. بعدين طبعا لما الاكسجين يخلص بطلع باخد اكسجين وبنزل تاني. استرخي خالص خالص يا شباب، اهوت، افرد رجلك، اعمل ثقل كده بوسطك عشان تنزل لتحت، واسترخي. هي دي الحركه. طبعا هنا احنا ازاي ننام على ظهرنا؟ بصوا كده شباب، انسوا هم الدنيا وخلي مزاجكم عالي، روقوا كده. انا كنت عايز اجيب كتاب كمان، ولا اشرب اي عصير ولا اي حاجه وانا تحت كده. اهو يا شباب، بفضي بابلز وانا نازل. طيب المره دي بقى هننام على البطن يا معلم، هو هفرد برضو جسمي على بطني اهو. استرخي خالص. طبعا الهدف هنا انك تكون مميز، وعلى فكره مش اي حد يعرف يا شباب يعمل الحركات دي، ليها قواعد زي ما انا بقول كده. استرخي، انزل تحت، فضي بابلز، افرج جسمك، بتحس كده انك انت بتتحدى نفسك. ما علينا، دي حركه النهارده كده في السريع، واستاذنكم ويا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم. Thank you.